كلشي على خير كلشي بخير. المهم اني يلاه فقت دابا هادي دابا 10:30 فقر غير وعندي بزاف ما يدار اليوم فغادي نديكم معايا غادي تدوزوا معايا النهار باسكو انا تعجبكم بحال هاد لي فيديو فبقاو معايا وما تمشيو حتى شي بلاصه كنبغيكم بزاف حيت احسن حاجه عندي وكنزيد النعس ولكن دابا خصني ضروري نوض هي فاش كتضرب لي الشميشه في الفراش عرفتوا انا في عطلي ما نوض عاد كيعجبني نزيد النعس دونك اول حاجه غادي نصيب الفراش ديالي وعاد غنمشي للحمام فالجمعت فالبنات جمعت البيت حاولت اني نبوين شويه هكا شويه هكا وصافي سينو دابا غادي ندوز نيشان الكوزينه كنت باغا ندير ميكاب مي قلت شويه مازال الحال نمشي بعدا ندير هكا شي حاجه ديال الفطور ناكلها وابري ساعات نجي ندير ماكياج وصافي بالنسبه لشعري حتى هو باغا نصيبو حيت شوفوا كيفاش داير هانتوما فشكل وصافي سينو في هذا الفلوغ غادي نتلاقى شي ناس وغادي نوريهم لكم كنا كنشوفوهم غير سور انستغرام ديبي لونطون ودابا كتب اننا غادي نتلاقاوهم وبالنسبه للبنات بزاف اللي كانوا كيسولوني صفاء حجبانك كيفاش كديري ليهم دابا راه مازال غندير لهم الكونتور باش غادي شويه يقاقوا ها انتم شوفوا حجباني شفتوا دونك كنوريكم باش كنقراسي حجباني بهذا دوك لي كريون اللي تيكونوا بحال هكذا تاتو اي براو ها انتم فوالا ما عرفتش كتشوفوا البنات ها هو شفتوا تيكونوا فيه ثلاثة دونك به تن بالنسبه للفطور درت الباغيت راكم شفتوا درت فيه فرماج ولانشون وحطيت هنايا خمسه ديال الزيتونات و الاتاي ديالي المعروف اللي كنشربو ديما وصافي هذا هو الفطور غادي تسولوا اش لبست واحد البونطالون اللي هو نوار هانتوما بهاد السميطه هادي دونك بونطالون نوار ودرت نفوق منو هاد البودي هذا ديال الصوف ومن اللور شوفوا كي جاي ماشي بحال جاي هكا كيتفتح بلا سانتور وعاد غادي نشوف واش غادي ندير فوق مني المونطو ولا واحد لافيست في المارون دونك انا عاد غادي نحاول نشوف دابا غادي نشوف هاد الشكه كشنو غادي نديرو فيها وعرفتوا البنات عندي الشيب هنايا بزاف عندي الشيب هنا وعاد خاصني نصبغ ومازال ما باغاش نصبغ شعري قلت زعما ماشي دابا فهمتوا ماشي زعما ما باغاش اي ماشي دابا وصافي اما صبغه با الله ودي انا كنحماق على الصبغه وما نبغيش صبغ كنشتا لهاد لا بحال هكا وغادي نخدم شعري بشويه بشويه بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على البلاك ديالي راه ديما تنجاوبكم عليها البنات البلاك ديال براون خديتها من مارجان ب 16000 ريال دونك دابا تقدر تكون خاصه ما عرفتش ولا باقا في نفس البري ديالها حيت انا خديتها في يامات التاسع فاش كنت في التاسع كانوا يلاه بدينا نعرفوا دوك لي بلاك وديك الشيء ايوا خديتها ب
بالنسبة لشعري جو سي با واش غادي واش نخليه زعما هكذا اولا نبوكلي جو بونس غادي نبوكلي هكا شي زغيبات اليوم هانتوما بحال دابا هادي نبوكلي شي زغيبات هكذا شتو نبوكلي غير شي اي زغبة جبت من شعري غادي نبوكلي منها شي جوج ولا شي ثلاثة بحال هكا دابا غادي ندوزو لهادي دونك غادي نكمل شعري كامل وعاد نرجعو وانا البنات من بعد ما صيبت شعري كامل البنات اللي باغيين يطولوا شعرهم بالزربه هانتوما شوفوا دابا راه مبوكل وخا هكا كيبان طويل دونك البنات اللي باغيين يطولوا شعرهم راه حطيت لكم فيديو ديسپونبل راه كاينه في لاشين يوتيوب دخلوا وتفرجوا فيها فريمون خطيره دابا غندير واحد اللعيبه بالنسبه للبنات اللي تيكون عندهم الشيب اي ما كيصبغوش شعرهم اولا مازال ما صبغوش شعرهم ولا شي حاجه فغادي تاخذوا الباليت بحال هكا ياكو باليت ديال الماكياج وغادي تاخذوا شي بانسو اللي تخدموا فيه بلي كولور فونسي دونك انا غادي نعزل مثلا هذا البانسو جديد راه ما خدماش به في وجهي وغادي نعزل كولور فونسي بحال دابا المارون نوار بحال هذا الكولور وغادي نديرو هنايا حيتاش ما صرغ شعري هكذا شتو وحتى الشعر كيبان قوي فاش كتسدو داك البيوضه هانتوما دونك البنات جربوها راه فريمون زوينه افيكاس هاد القضيه هادي هانتوما حتى البنات اللي عندهم بحال دابا خويا بحال هكا طابوطيو عليها هكا وهي ما بقاتش ليسونسييل ديرو في هاد البلاصه هادي وصافي كديرو بحال هكا باش ما يبقاش داكشي راكم عارفين ايوا صافي دونك فوالا هانتوما وصافي دابا غنمشي نلبس الباطري ديالي وغادي نجمع السويك ديالي نجمع فين داكشي اللي غادي نحتاج و يا هذا مكان عاد كنتفكر خصني نجيب لي زاكسيسوار ديالي اللي منهم هادو راكو فهمتوني داكشي ديال كيكون طويل سلسله طويله تليفوني كيسوني غادي ندير بارفان ونصاوب البارفان فوالا غادي ندير سبراي هذا اللي كيكون في وسط البيت اللي كنت نقطع سلسلتي والله البنات مكتينا لحقاش عايرتها عاد دابا كانت غادي تقطع ايوا صافي دونك دابا غادي نمشي باش غادي نلبس البادري ديالي جد. وصلت انا الاولى دابا تنتسنى في الناس اللي غادي نتلاقى منهم هويام ايوا صافي انا مازال كنتسناهم هنايا في الصالون غندير لكم واحد التورني هنايا في الصالون دونك البنات اللي باغيين يصايبوا الميكرو شيدينغ راه ديسپونبل دابا الصالون ديال جانكل بيوتي فوالا غادي يصايبوا واحد الدريري راه ديجا حطيت لكم الانستغرام ديالو في ما باج ايوا صافي هذا ما كان دابا راه كنت كنتسارى وكنتسنى على ما يجيو البنات فينالمون الانسه جات قلت لها شي حاجه جيبي لي الطيب تسنى
غنديروا لها التجميل اليوم وهي ما غادير عمليه التجميل اليوم ومن بعد نوريكم الريزلت. فينالمون صوفيا سلام. دونك ديجا كتعرفوا سفيان راه ديجا بارطاجيت لكم لو كونط ديالو انستغرام، عنده جوج ديال لي كونط. اي حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم، البنات اللي باغيين يخدموا ميكرو شيدينغ هاد لا سيمين راه سفيان ديسپونبل في صالون جانجل بيوتي. دونك هاد الحاجه قلتها لكم با مال دو فوا و فوالا. هاد الكائن هذا ما عندنا ما ندير مع هاد الكائن. دونك هي ما غاديش باش تقول لي شنو الصفاء كتكومونطو شنو مونطو صافا. مونطو صافا جاه زويون. قلت لك مونطو تي زويون غير باش ما يقوليش مون في كومونطو على رسال مونطو صافا. عرفتي فاش كنصور راسي مع راسي كنحس براسي انا خليطه والله. بصح نولي بحالك، انا بصح نولي بحالك وانت تولي بحالك. شوف الصيف كامل يدير السراول طرقوا لي حيت تدخل لي. علاش سكنات معايا واحد السيمانه وعرفتو غلاضت كلات ما كان غير الباكيطه قد هكا. راسك فاش نرجع نجي البنات. عرفتوا حبست لكم التصوير في الصالون حيت ما تزعزعتش من الصالون. تخيلوا من مشيت للصالون حتى دابا هذه دابا شي واقيلا 8 ولا 7 ونص وانا غير في الصالون ما ديبلاصيتش نهائيا. انا نعاود لكم البلان. دابا انا كنت عواله غدا باش ندير الميكرو شيدينغ مع هيام، مي صوبات هيام مسكين في داكشي كياخذ الوقت بزاف فما غاديش يقدنا الوقت باش نصوبو بجوج بينا. دونك غير وحده اون كليون في النهار كافيه، فهيام صيبات بقيت انا صافي بلاش. دونك انا حتى نشوف وسط السيمانه شي نهير عاد غادي نمشي ان شاء الله. صافي بقيت جالسه شويه ويقول لي زكريا مول الصالون قال لي شوفي انا تصوبي دفرانك جالسه جالسه زعما خدي الوقت ما تبقاش جالسه بدلي حيت كنت باغا نصيب دفرانك. لا هذا كانت في داك الوقيته وهي كانت كتصيب حجبانها وانا كنت كنصيب الضفيرات. المهم قولوا لي كيفاش جاكم اللوك، عرفتوا راه بزاف باش قنعوني ندير هذا اللون. راه ما تقتنعتش ليهم في الاول، بغيت قلت لهم الكحل. وشوفوا راني بديت كنسمع لكم وبديت كنبدل شي شويه في الالوان، خاصكم غير تعطوني الطاقه 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 الزوينه باش نبقى ديما نلبس لكم الالوان. غنحاول نبقى نخرج من النوار حيت عندكم الحق. علاش ديما انا حاشيه راسي في الكحل؟ علاش؟ دونك خاصني شي شويه نخرج من داك اللون الكحل، خاصني نبقى نلبس لي كولور، خاصني نبقى نبدل. دابا واخا عندي لي كولور ما تنزعمش نديرهم، ما كنزعمش نلبسهم نهائيا، ما عرفتش علاش. الا لاحظتوا حتى في الماكياج ديالي ما كنزعمش ندير شي ماكياج اللي هو فيه الوان ولا شي حاجه. المهم ابار هادشي صبغت في الاول بالكحل، صبغت لي زونكل ديالي في الكحل. فاش 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 درت اليدي في لاباراي حيت هادي فيرني بيرمانون، فاش درت يدي في لاباراي حيتها شويه ديك الصباغه تخسرات. ففاش تخسرات قلت لها عرفتي شنو، حيدي عليا الكحل. مسكينه ديك السيده عاودت لي كلشي من الزيرو، مسحات لي البيرمانونط عاوتاني ودرنا لالومنيوم، المهم الى اخره، حتى تتحيدت لي كلشي. اي فينالمون قلت لها شوفي ديري لا كولور اللي بانت لك، قلت لها ديري لا كولور اللي انت باغا ديري، ديري الديزاين اللي انت بغيتي ديريه وهي دير لي هاد هاد لا كولور وهاد الديزاين. فوالا لو فيغ كانوا غير كيقولوا له افيك هاد لو بلون ودي بايات في الدوري. المهم جايه الصراحه زوينه عجبتني وكنت باغا نقطع شعري مي ما لقيتش كيفاش ندير. صافي خليت شعري كيف ما هو، دوكو باغا ندير كاري هكا كاري بلونجو وصافي. بالنسبه للغدا خرجت صوفيا وخرج هيام، مشاو جابوا لينا الغدا، جابوا لينا دي تاكوس. ما صورتش الماكله حيت ما كاينلاش، كان داكشي مخربق صراحه كلينا بطريقه مخربقه بيسكو اننا في الصالون ما خرجناش، مشينا ديبلاصينا باش ناكلو شي بلاصه. في النهار كامل مشينا غير الصالون. دونك دابا غادي نبدل حويجاتي، نلبس البيجاما ديالي اي من بعد ما غادي نلبس وداكشي غادي نرتاح شويه ونبروبوزا نحط التليفون شي شويه تشارجا وبوسيبل نحط لكم لا فيديو اليوم سينو حتى الغدا. هذا البنات شوفوني، شوفوا على عين كي دايره قوست على راسي، راسي
شوفوا طارت ليا الصباغه من هذا الضفر. دابا كان واحد شويه من هذه البلاصه ما كانش ناشف مزيان، وانا قصته فاش كنت كنبدل حوايجي وتجر كامل. دونك انا ما راكم عارفين فاش كنديروا يدينا في لاباراي شي مرات ما كنقادوش هذا الصباغ هذا مزيان باش ينشف. واش غادي ندير دابا حتى نشوف شي وقيت ونمشي نعاودو، سواء غادي نعاود هاد الصبع كامل سواء غادي نعاود ديزاين كله، المهم انا عاد نشوف. بيبيز انا غادا باش نجيب الحليب، ما كنتش اولي ما كنتش فراسي بلي ما كاينش الحليب، دونك غادي نمشي نمشي نجيب الحليب. غتشوفوني غادي نمشي بالطوموبيل، راه ماشي عياق وانما الحانوت بعيد ودابا الليل وعندنا فهاد التجزئه الكلاب، دونك ممكن تبعوني وانا اختي ما فيها ما تبعوني كي الله يرحم باك ما فيها ميت كان. هذا مكان واش كذا واش كذا عاد كان بسم الله توكلنا على الله. خاصني نمشي للحانوت وهنايا غير اون فوا كتقولي مني غير اون فوا كتمشي للحانوت هنا على رجليك وعرفتو راه مع الليل دابا دير على العشرة كتلقاي الكلاب كاينين. فوالا الواحد ساختي دابا الفولون هو الاول وغادي نمشيو مع تيسير الله. اوبالا ما غاديش نوقف وغندور نيشان اللي بغا يجي ندوزو بالفيتاس دوزيام. شوفوا شحال المسافه ضربت على الحانوت، داكشي اش كنقول لكم غنخرجت بالطوموبيل للحانوت حيت مازال ما حداناش شي حانوت اللي فريمون قريب اللي خرج بلا صمتة زعما الا خرجوا فيا البوليس يا ربي يا ربي اولاي حبس اختي هنا من الحانوت ما كيفهم والو كيلقاني جاي عنده مالك اخويا كطل تجيب حليب. البنات فراسكم انا غير وسط التجزئه اقسم بالله الا كنت كنصوب بلا بيرمي اي شويه وانا نشوف البوليس اون فاس معايا عرفتي اون فاس ما تلفوني ما عرفتش الكونتاكت فين درتو انا بحال ميمي عرفتوها ميمي اللي في انستغرام وانا بحالها بسم الله عرفتو راه سي غراف فاش يخرجوا فيك ميلي ميلي فوالا انا شعلت الضو سي غراف يخرجوا فيك وانتيا لا 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 سمطة لا لا بيرمي زيتو معايا ولكن غير قريبة زعما غير في الدار زعما غير حدا الدار مي واخا هكاك راه ما خاصنيش نخرج هكا دونك غندور من هنا واقيلا كاينه شي خرجة هنا مش بونس با كاينه خرجه هنا ويدي فين تحشيت راه سي غراف فين حشيت راسها البنات يا ويلي انا غير فوسط تجزئه وتالفه ما فهمتش حيت راه مازال ما حفظتش هنايا دارنا زعما مازال ما حفظتهاش مزيان داكشي علاش ويلي والله ما عرفت فين تحشيت المهم يسيروا على الله وصافي واحد من الحانوت واحد اخر وفراسكم هاد الطيران ديالي كامل فينالمون ما لقيتش الحليب هاد الطيران كامل اللي طرت ما لقيتش الحليب اللي كنت باغا هاد لي دودان هاد لي دودان مشكله حياتي جو سي با واش ندوز من هنا صافي سيري سيري دابا دزتي من جي عرفتو كنوريكم المنظر من هنايا كيفاش داير عرفتو الرمله الرمله والناس كيبنيو ما عندي لا من ندوز لا والو راني غير مغامره في هذه اللقطه وصافي على ما كيبان ليا واش سرحوا الطريق من تما نقدر ندوز جو بونس بو حيتاش من تما كانت الرمله سي داز ويلي ويلي ندور هكذا يعني شتو شحال ديال لي دودان تعديت راه تعديت بلوزيوغ دودان طريق كامله دودانات
ولا فاش كتكوني كتسوقي؟ والله يا البنات يما كنكذب عليكم اقسم بالله حتى تلفت مع الظلام ما عرفتش راسي فين انا. دابا عاد عرفت شتا دابا عاد عرفت انني وصلت لاخر الدنيا. يا ربي يحل حدانا شي حانوت قريب حيت في الدار القديمه كان الحانوت قريب بزاف البنات. ويلي راكم كنتو كتشوفوا الاخت خارجه كدور هنايا والليل عرفتو راه ما نقولش لكم الكلاب وديك شي هكذا عاد بداوش كنبان لكم ولا لا مي المهم صافي ياكم ناري خاصكم تشوفوا الكلاب كيلعبوا عرفتو بزاف كاع هما بعدا وحده عندها بزاف ديال ولادها كيلعبوا هنايا وكنت خرجت انا واحد النهار جربت نخرج بوحدي حتى على رجلي ولكن قلت الحرام تبعتني هي ولادها وبقى هاو 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 وتلفت انا ما عرفتش شنو خاصني ندير دونك صافي دابا سي بيان دابا عرفت راسي فين فين راني عرفت راسي راني وصلت للدار في امان الله في امان الله وحفظه. مازال البنات ما كنخرجكمش معايا خاصني نبقى نخرجكم معايا بالطوموبيل بزاف ديال البنات قالوا لي صافا بقيت تخرجينا بالطوموبيل زعما دينا هكا شي بلايص وكذا انا قلت لكم داكور ان شاء الله راه غادي نبقى نديكم معايا كنشوف واش ما كاين حتى واحد زعما باش ما نديرش السينيال فهمتوا راكم فاهمين راكم فاهمين باش ما نديرش السينيال دابا غادا غير بشويه على ودي تصافي راني وصلت للدار دابا بسم الله تنبداو نكراطي ونكراطي ونكراطي باش كندور لا لا خاصني ندير لكم شي فيديو على السوقان حيت بزاف البنات اللي ما كيتعرفوش سمعوا الكلاب ها ما حدا دارنا كاع كي غندير ندوز انايا لدارنا سمع سمع وا سير 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 دابا راني في الطوموبيل نعيق عليك الحمد لله مشينا في امان الله ورجعنا في امان الله وحفظه سمعوا الكلاب سمعوا والله حتى نوريكم المنظر بلاتي نطفي اي فوالا نقاد الكرسي انا وتخيلوا انا نخرج في هاد عرفتوا راه فريمون الدنيا خاويه راه ما كاين حتى واحد شفتوا دونك داكشي علاش كنبريفير نمشي بعدا مؤمنه احسن الله واحد شككت دابا غادي نطلع غادي نصيب العشاء ديالي ما عرفتش واش غنبارطاجي معكم لي ديتاي ديال العشاء دابا ما بارطاجيتش وبغيتو خليوها لي في لي كومونتير نصور لكم في شي فيديو ديال شوية الليل دونك البنات هنايا وجدت صوص طوماط درت فيها شويه ديال الزيت المقطع مع شويه السوسيس والكبسه والعطريه وداكشي الربيع او عاوتاني درت هنايا شنو سميتها صوص بيشاميل زدت عليها الزعتر وزدت عليها اش كتقولوا ليها البزار وصافي سينو دابا غادي ندوز باش غادي نعمر لاطا ديالي سلقت بطاطا المهم حتى ندير فينيسيون نديرها في الفران وعاد نرجع لكم اي فوالا لي زامو درت الكراتان ديالي في الفران درت غير الطبقه الاولى والطبقه الثانيه صافي جوج طبقات ديال البطاطا يعني الطبقه الاولى وحطيت التعميره ديالي وسديت الطبقه الثانيه وصافي نورمالمون كتكون هذه ديال البطاطا عاليه مي درت جهدي وراها مسحت البوطه غسلت المعينات قديت شغالي وصافي دابا غادي نمشي ندي ماكيا وباش نرتاح حتى البنات بقوه العيد كنوجد داكشي اللي غادي ندي ماكيا به وداكشي اللي غادي نقاد به حالتي زعما باش غادي ندي ماكيا وداكشي كنوجدو وانا جالسه عييت والله القسم البنات الا عييت صافي غادي ندي ماكيا وجهي موراها غادي نتعشى و المهم ديما كيبدا وجهي ويكون خير البنات شوفوا حرقت يدي مع الميكرو اونت ناري شوفوا شوفوا كي ولات شكون اللي لحمها بحالي شوفوا شوفوا ناري بغيت غير نفوكس شويه باش تشوفوا اكزاكتومون ديك الحرام والله ما بغات ها هي شوفوا كي ولات جيت ندير الفرماج في وسط اللاطه وحشيت يدي في وسط الميكرو اونت كنحط الفرماج وانا نتحرق الفوق ناري انا عندي حاجه ضروريه الهريسه في الماكله المناضه وها هي اللاطه ديالي ما غاديش ناكل صراحه هادشي كامل المهم غادي نقطع وغادي نحط في الطباسيل ديالي وغادي ناكل
وصافي غادي نشوف شي حاجه اللي غادي نتفرج فيها في يوتيوب ولا في التلفازه ولا جو سي با. وفوالا هذا ما كان كنبغيكم بزاف بزاف، حيت راني عيانه باغي غير ناكل نغسل سناتي ونمشي نرتاح. كنبغيكم بزاف بزاف وكنتمنى فريمون لا فيديو تكون عجبتكم. الا شجعتوني في هذا الفيديو غادي نبقى ندير لكم فيديوهات بحال هكا تقريبا كل نهار كيفاش كندوزو. بيزو كنبغيكم.